بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا جماهير شعبنا الأبي، تقترب ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، ذكرى العطاء والتضحية، ذكرى ثورة 14 من فبراير المجيد التي زرعت الأمل وغيرت واقع شعبنا، فاستنهضت الهمم وأسقطت ما في يد فرعون مرعوبا. فغدا الدكتاتور حمد منبوذا محاصرا في قصوره، مرعوبا قد صمت آذانه صرخات الرفض والعصيان. هذه الذكرى التي خرج فيها شعبنا بكل عنفوان وقوة في استفتاء عارم وثورة لم يكن لها مثيل، أسقطت ما تبقى من شرعية مصطنعة لنظام الخديعة والدجل، نظام العصابة الخليفية. فكانت شرعيتهم الوحيدة عبر الرصاص والقتل والتعذيب وخيانة تراب البحرين باستجلاب قوات احتلال أجنبية دنست تراب البحرين. يا جماهير شعبنا الأبي، تدعوكم القوى الثورية الموقعة على هذا البيان التاريخي، وهي ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، تيار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلامي، حركة حق، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، إلى التواصي بعدد من الأمور. تزامنا مع الذكرى الثالثة لثورة شعبنا المظلوم، وهي أولا التمسك بأهداف الثورة وعلى رأسها حق تقرير المصير، وهو حق ثابت تقره كل المواثيق والشرائع. فالشعب من حقه أن يقرر مصيره، ومن حقه أن يغير شكل الحكم والنظام السياسي الذي يحكمه. فكيف إذا كان هذا النظام نظام مستبد فاقد للشرعية الدستورية والشعبية؟ ثانيا، ضرورة مواصلة العمل الثوري بكل السبل المشروعة لدحر قوات الاحتلال السعودي وتطهير أرض البحرين من براثن قوات درع الجزيرة الغازية، والتي دخلت البحرين في 14 من مارس 2011 وساندت قوات الإرهاب الخليفي وميليشيات النظام التي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية منتهكة حرمة شعب أعزل مسالم. ثالثا، التمسك بحق القصاص من القتلة الذين تورطوا في جرائم القتل والتعذيب والاعتداء على الأعراض وهدم المساجد، والذين شاركوا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية. وعلى رأس أولئك المجرمين الدكتاتور حمد وجميع المتورطين في قوات درع الجزيرة وقوات مرتزقة، ما يسمى بقوة الدفاع البحرين وباقي أجهزة الإرهاب الخليفي. رابعا، تركيز الجهود على النزول للساحات وتفعيل كل أدوات العصيان المدني الشامل والمشاركة والتفاعل مع عصيان العزة وفبراير الغضب المقاوم، وجعل يوم الذكرى الثالثة يوم انطلاقة وتجديد للثورة. خامسا، كسر كل محاولات احتواء الثورة والالتفاف على مطالبها، وذلك بالوعي والبصيرة والحضور الفعال من قبل الجماهير الأبية والتركيز على شعارات الثورة ومبادئها التي عمدت بدماء الشهداء الأبرار. ومن تلك الشعارات يسقط حمد والشعب يريد إسقاط النظام وإرحلوا وغيرها من شعارات ثورتنا المجيدة، حيث إن هذه الشعارات ولدت من رحم الجماهير، وهي خير تعبير عن مطالب شعبنا، وليست وليدة عواطف آنية فتزول بزوالها.
يا جماهير شعبنا الأبي، تدعوكم القوى الثورية إلى فعالية الزحف، إلى فعالية الزحف الموحد نحو ميدان الشهداء، زحفا هادرا يزحق بنادق الاحتلال، وذلك في يوم السبت الموافق 15 من فبراير الجاري تحت شعار قادمون. ومن هنا من بيت الشعب نهيم بجماهير شعبنا وقواه الثورية والشبابية وشبكات الإعلام الشعبية الحر للمشاركة في الدعم والتحشيد للزحف الموحد نحو ميدان الشهداء، هذا الميدان الذي عمد بدماء الشهداء، فإليه عائدون قادمون قادمون. المجد والخلود لشهداء ثورة اللؤلؤ الأبرار، الحرية للمعتقلين والمعتقلات في السجون الخليفية، تحية إجلال وإكبار لشعبنا الأبي، صادر بتاريخ 17 من شهر فبراير شباط 2014، القوى الثورية ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، تيار الوفاء الإسلامي، تيار العمل الإسلامي، حركة خلاص، حركة أحرار البحرين، حركة الحريات والديمقراطية حق.